الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم يسير الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدع فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وادعوه فان ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم من ايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيد نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وحمزه اسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عنهم اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الارض من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واعظم واكبر والله يعلم ما تصفون سفيد رسول الله